أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بنو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر إعجاب ليصلكم كل جديد. موضوع اليوم هو مدينة الخميسات أو معاناة مدينة الخميسات. مدينة الخميسات تعاني في صمت رهيب، بنيتها التحتية صفر، معدل نموها صفر، نسبة الطلاق 100%، نسبة البطالة 100%، نسبة الإهر والفسق في ارتفاع مستمر، نسبة الإجرام. تلعب مدينة الخميسات دور مهم في ارتفاع نسبة الجريمة وتطويرها. نسبة الفقر 100%، نسبة الإهمال 100%، وسكوت أهل هذه المدينة المقصية المهمشة يزيد من قوة المنتخبون اللصوص الذين يتناوبون على نهب مدينة وأهلها. الذين يعانون من الإقصاء الوطني لهم ولمدينة الخميسات. لهذا نطلب من جلالة الملك نصره الله وأيده بالتدخل لفك العزلة عن هذه المدينة اليتيمة، لأن ملك البلاد هو آخر أمل لأهل هذه المدينة التي أعطت الكثير لهذا الوطن، ودماؤهم لا زالت شاهدة على تفانيهم من أجل الصالح العام. لكن هذا الصالح العام لم يتصالح مع إقليم الخميسات الذي يعتبر ثاني أكبر إقليم في المغرب الحبيب، لأن مسؤولون عن هذا الوطن ينظرون إلى مدينة الخميسات وكأنها بياذق يحركونها في الحروب فقط. لهذا نرجو من ملكنا الهمام بأن يتدخل لمحاسبة كل الطغاة واللصوص الذين يسيرون هذه المدينة وإعطائها رونقها المفقود والنهوض بها وبسكانها اليتامى. والسلام عليكم ورحمة الله. الصحراء مغربية والخميسات هي الأخرى مغربية.